Taxi. طنجة في القويرة وخوتنا الجزائر خاوة وما كاين عداوة والتوانسة حتى هما خوتنا واخونا هو صلوا لي فيه وديروا لي ابوني وزيدوا معنا لقدام اما تي كيما ما تيدير تيعرفوا يلا نطريمول وتيختي خوجو ومهلي في والديه الله يحفظكم والله يطول لكم هذا راه خويا هذا وهذه بلاتي حيد ليها حيد هذه راه دار بنت السي نور الدين هذا مرحبا الله يحفظك مرحبا بك وها فين ساكن هنا وحنا راه خوت وجيران وحباب الله يعمر هذا الله يحفظكم الله يستر الله يسهل عليك الله غادي البنت ديالك ابوها المغاربه الله يسكن لي بغاو المغاربه قلت لك انا صحتك انت اي قالوا المغاربه غادي يبقاو جاي يدعيو معايا تنمولوا ديري شافيني الله الله يحفظك كان عندك اي حاجه قراب بتاع ولا اي حاجه تصدع شي حد اجي عندي بقدرك الالهيه انت تحكم دينا وتيجي بقدرك الالهيه وعرفتي جبتي انت القدره الالهيه هي كل شيء لا اله الا الله ما تشاكتيش بشي حد من غير الله جا عندي في رمضان واحد دير الجبيره ولا كاكس ولد صغير طاح من ما عرفتش شي ترومين بيت بالكره وطاح دار ليه بطيش جبيره ولا فاتنه جا عندي للدار الى الله شاهد وراقي حيت من فوق بلاصه الجبيره ولا كاس وخرج يجري بها شي حاجه نزوق انت في الله ما نخافش عليك سير الله لا اله الا الله الله خويا نور الدين سير الله يطول لكم العمر المغاربه يموتوا عليكم ان شاء الله ايه حصه ان شاء الله وجيت في زايد انت الله يرضى عليك والزواج اللي كبير الكلمه ديالي قلت ما كاينش مزاح الله يعمر كبير الله يعمر هذا لا قاعد كاملكم لا اله الا الله مرحبا خويا نور الدين وكان ما نقديو التقليد الله فراسكم المغاربه الله يكرمك